ديل بيلجيسي القواعد كي إلى بيرليشمش مبالاشلار كي إلى بيرليشمش بالاشلار الروابط التي ملتصقة بلاحقة الكي سنأخذ سنأخذها هنا نتاكيم نصل كي سنأخذ نتاكيم و النصل كي تستخدم الـ والنصل و كي bir mana gerçekten yani hakikaten nasıl ki keyfe inneme bir mana keyfe inneme nasıl ki anlamında bağlaç olarak kullanılır. İzen kullanılır. nitekimu nasıl ki karabita bir mana uh, hakikaten ve kema inneme. وتستخدم أيضا بمعنى جرتشكتا أصدقائي İki cümleyi karşılaştırma ve benzetme ilgileriyle birbirine bağlar. Tarbot cümlelerin 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 mesela örnek nasıl ki emeklemeden يريم أهلية المداندا دا كل ميز. نميز تنعيد نصلك أمك يريم أهلية المداندا دا كل ميز. نميز كما إنما أو حقيقة أو في الحقيقة قلنا نستخدمها بِهَذَا المعنى كما إنما لن نستطيع المشي دون الزحف يعني كيف. كيف لا نستطيع هون في شرط أصدقائي إذا شلنا النص الكي ما بيخرب المعنى ولكن هنا يعني يتعزز المعنى كما إنما لن نستطيع المشي دون الزحف وأيضا هنا وأيضا لن نستطيع قيادة السيارة دون أخذ شهادة المرور يعني كيف ما فينا ما بنقدر نمشي بدون ما نزحف او ندبي دبي بالعامية وكمان ما فينا نستخدم السيارة دون شهادة المرور davranışları هيج ده هوش ديل دي عن انسي ده بندان هوش لان مد ده هوش ديل يعني لم تكن ابدا معاملته جيدة لم تكن ديلدي. نتكم حقيقة او كما إنما أنسي بندان هوشلان كما إنما أمه لم تعجب هذا هنا يستخدم بمعنى حقيقة أمه أيضا لن ما عجبت هذا ما عجبت أو ما أحببت هذا ايت موان لمدة لا ننسى كما قلنا جرتشكتا نقول جرتشكتا أيضا بمعنى جرتشكتا نضع التاء يعني دون ناء بتصير كمان دمكي كلمة دمكي بالعامية منقول بس لو تجيب بمعنى التمني يا ريت لو حسب كلمة دان جملة دان اشرح كلمة او جملة سبب سونوتش إلجسي تربط معنى السبب والنتيجة كلمة دان جملة دان اشرح يعني يعني كي تشرح أنت الكلمة أو الجملة كي تشرح الكلمة أو الجملة تأتي إكينجي يا رجل من بشنا تأتي أول أول الجملة أول ثاني جملة أو ثاني كلمة يعني بتجي أول ثاني كلمة أو ثاني كلمة وبتعطي معنى هون مهم سبب أو نتيجة ولكن في المثال سنفهمها بشكل أفضل أرنيك دمك يارن قال مش إذا تجيب معنا إذا آه، عفوا قلنا من شوي بمعنى يا ريت دمكي عفوا هي هديك يا تاركي اسف دمك يارن قال ميجك مش اذا غدا لن ياتي اذا غل... غدا لن ياتي بمعنى بالعاميه لكن طلع بكره ما راح يجي طلع يبدو عليه اذا غدا لن ياتي يبدو عليه يعني ليش لانه قال عفوا قال مش قال مش يبدو عليه غدا سياتي مبين عليه بكره راح يجي İzan gadan sayeti. Ben bunu duymamıştım. Demek ki öyle olmuş. Demek ki ben bunu duymamıştım. Ana ma kuntu kad sami'tu hada. Yani ana ma kend sam'an hek şey. Av hada şey. Lakan hek sayar. Demek ki öyle olmuş. İzan hasala hada. İzan hasala hakada. Lem akon duymamıştım. Lem akon sami'tu hada. Bunu duymamıştım. إذا حصل هكذا ما كنت سمعان هيك إذا صار هيك لكن صار هيك بالعامية تلفونا جواب برميور دميكي هالا بنا تشوك kızgın هون المفروض الهالا ينحط فيها فوقان يعني طائية شخطة فوقها هالا دمكي هالا بنا تشوك kızgın لن يجيبوا على التليفون ، إذن ما زال غاضبا لأن الحالة ما زال غاضبا لي لو كانت هيك لا بتضلت بتصير عمة إذا ما زال ايوه هلا من شوي كنا قايلين بس لو يا ريت لو هاي للدمكي طبعا غلط قلنا هاي بمعنى اذا اكتبوا هون معناتها بالعربي اذا هاي جيتاركي يا ريت بس لو ايت امير في امير في أمير في استك جملة جملالرين باشنا قلير تأتي, تأتي أول جمل الأمر والطلب يعني تأتي لجمل بمعنى الأمر والطلب بيكون بالجملة في أمر وفي طلب بجملالري أونجكي جملية أمات في شارط القسيلة كرار وتربط هذه الجمل بالتي قبلها ان جملية يعني بتربط بالجمل قبلها بتعطي معنى غاية أو شرط بتن انجلري اشارم عشرم يتار كي سان يانم دو يتار كي سان عشرم أعبر أو أتجاوز أتجاوز كل الحواجز الانجل هو حاجز ومنع بتن انجل لري عشرم أتجاوز كل الحواجز يتاركي كي سان يانم فقط كن على فقط كن على جانبي يعني بتجوز كل الحواجز بس كون على جنبي يا تاركي وبتجي بمعنى قلنا الاستاك لو تكون على جنبي تمني بتصير استاك يعني مثل الطلب كمان استدين اجرتي فارجيم استدين اجرتي فارجيم يا تاركي بزم لا تشلش الاجره التي تريدها فقط بس لو هون بمعنى فقط اعمل معنا مو معنى فقط بس يا ريت تشتغل معنا هون في طلب يعني عم بطلب هيك شيء انا فاذا بس اشتغل معنا بدي اعطيك الاجر اللي بدك اياها از تشوك ماك ديل از فيا تشوك ديل ليس بالمهم ان تربح قليلا او كثيرا يا سبب بلي جين فقط فليكن عملا قادر أن تحبه يعني بس يكون عمل تقدر بتحبه أهد. يعني يكفي هذا إذا كان تحبه شمدي أركادشلار إبد بوريكيت جاست توت كي عندنا هنا التوت كي هاي معناتها بالإنجليزي كاتب الكتاب بير جمله بيرجم ليا فارزي ديلمكي كي Diyelim ki, kabul edelim ki, tut ki, farzet ki, dağını düşünelim keman tiji mesela dığını düşünelim, nasıl hay? Gibi sözlerle varsayım, olasılık anlamı kazandırır? Yani tut ki, o her biri de ben hadi olur, nefsin meana kılının tut ki, inkar farz edelim ki, varsayalım ki, diyelim ki, kabul edelim ki, kol hadi بمعنى فار يعني فارزتك يعني افرض او احتمال يعني افرض وفي معها احتمال تعطي معنى الاحتمال والفرض ال يعني ان تفرض شيء مبالاش لار جملة شارت سونج بلير ترك بالار لار جملة لري اذا هذه الجمل هذه الجمل تربط الجمل هذه اللواحق أو الروابط عفوا هذه الروابط تربط الجمل بمعنى الشرط والنتيجة توضح بأن يوجد شرط ونتيجة بجملة دوام دوامه بجملة لار olan فقط تمام لان ما مش يضع جواب بيت وهذه جمل تكون غير مكتملة أو يعني غير مكتملة أو يعني يجب أن تضع بها جواب يعني أنت لما بتستخدم الفارزتكي Manata Hey cümle naqsa bide tetkemmel Evet Şunu unutmayalım Şart sonuç Tati mana hel muham O la tensu cidden Tut manata farz edelim ki Varsayalım ki Diyelim ki Kabul edelim ki Kabul edelim ki Linafrod Linakbel keza Tut ki Bide cimana kundaha afrod Farz et ki Bil arabi turki Afrod Fe izan haka Örnek Diyelim ki cüzdanını çaldırdın. كلمة تشال اسرق او اعزف تشالدر سرق باللغة التركية نقول اذا بدي اقول سرق جزداني بقول جزدانمي تشالدردم مثلا جزدانمي تشالدردم يعني مو قصادا بس بتوحي انك بسبب انت يعني فاذا لنفرض ديالم كي هون قال ديالم لنفرض سرقة او سرقة سرقت محفظتك الجزدان الجزدان المحفظه يعني لنفرض ايضا هنا فارز ديليم لنفرض أو قال ديليم كي بالمعنى فارز ديليم كي كلا بمعنى فارز ديليم قال لنفرض أكله براكتن تركت المدرسه ني جاكسون ماذا ستفعل ني يابا جاكسون ديليم كي بو كونيو انلاماميشسن ديليم مش سن. لنفرض anlamamışsın. ما استطعت او ما كان يبدو عليك ان تستطيع تفهم هذا الموضوع يعني لنفرض طلعت مانك فهمان مانك قدران تفهم هذا الموضوع لنفرض طلعت اي يعني ماضي مثل ما قلنا مروي او منقول يصير معناته مش سن. 350 kilometrelik yolu 2 saatte aldığını düşünelim. Linafrod enneke abart. 350 kilometrelik yolu yani mesafet e, 350 kilometre mesafet hu selasa ve khamsuna kilometr fi 350 kilometrelik yolu İki saatte aldığını düşünelim. Honken kail dığını düşünelim. Dijik kemen farz edelim manata. Şufu mastakdam hon farz edelim. Ve lakin kail al ve vada'na dığını düşünelim. Cibnel fi'l al al ve vada'na dığını düşünelim. Evet bu şekilde kaldı ki. Cümleleri sebep sonuç ilgisiyle bağlar. Tarbutu cümal edan bir sebep bu netice. Başında yer aldığı cümleye bundan başka bununla birlikte anlamı katar. O izâ etetil kaldı ki o evveli cümle te'ti ma'na bundan başka gayrâ hâzâ o gayrâ ve ma'a o ma'a bununla birlikte anlamı katar. Hava çok soğuk. Hava çok soğuk. Hayır kaldı ki kaldı ki hastayım. Onun için sana gelemem. Kal inne cevbâriden وغير ذلك يعني غير هذا الكلام وإضافة لذلك أيضا بتصير بمعنى قال دكي طيب مريض أنا إضافة لذلك أنا مريض وغير ذلك يعني غير أنه البرد با الجو بارد أنا مرضان أنا مريض لن أستطيع القدوم إليك قال دكي بو إيش إيشين بان سوز فارمدم قال دكي هنا معناته وغير هيك وغير ذلك أنا من أجل هذا العمل أو من أجل, من أجل هذا الشيء الأمر اللي هو ما وعدتك أنا ما وعدتك أه 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 أولكي الأولكي تستخدم كيف تستخدم نستخدم الأولكي كثيرا جملة لري صورت فبنزت ما الجسيلة تربط الجمل بمعنى النتيجة والتشبيه Ki'den sonra gelen cümleler. El cümle leti ba'del te'ti ba'del ki. Önceki cümlelerin sonuçlarıdır. Hiye leti işte cümle. Leti kabl yani. Evet. Seni seviyorum. Uhibbuka. o uhibbuki. Öyle ki senin için canımı veririm. Kelimet öyle ki hoan. Kelimet öyle ki senin için. Öyle ki. Kal uhibbuki o uhibbuka li daraja. Öyle ki نمسح هون مشان تضل واضحة، أويلكي، يعني هون أنا بدي بالغ أصدقائي بالأويلكي، بدي بالغ. سينسيورم أويلكي، سينينيتين جنمو بيرم، أحبك أو أحبك لدرجة أعطي من أجلك أو من أجلك حسب القصد روحي، يعني yani بحبك لدرجة بعطيكي روحي، بعطي كرمالك روحي. تشوكسيكولد، أويلكي أوليكي نان تكسس، Tek bir söz ağzından bir tek söz al. Çok sıkıldı öyle ki ağzından bir tek söz çıkmadı. Sıkıldı, hava bir mana, melal, melle kâtheran, lidârja öyle ki lidârja, ma xarja min famuhu kelimeten vahide Yani melle derece ma tılgat min tümmu kelime uyda. Ben beyaz oldu. Öyle ki bayılacaktım. Ben beyaz oldu. Öyle ki bayılacak sandım. Sandım. Kal asbaha şeklehu. Ben beyaz oldu. Asbaha yani lonu abiyad kefiran. Lidereca zanantuhu sayaka. Yani huan müstehdimin. Sen öyle zeme Sapsarı oldu. Mabarıklaş hattini cümle huan. Peki. Şöyle ki. Evet, şöyle ki bir mana ve iz. Cümleleri sonuç anlamı vererek birbirine bağlar. Tati mana netice li ve bi ba'd. Bilgisayardaki sorunu çözdük. Şöyle ki, yarın herkes ücretlerinizi alabilecek. Kal, bilgisayardaki sorunu çözdük. Halleyna el muşkilelleti fi. Yani kadayna alel muşkilelleti fi'l hasub. وَإِذْ بتجمعنا معنا is غدا الكل سيأخذ أجرتكم أجرة لرينيزي يعني هون لازم تكون أجرة لرينيا الله بيليجك بعتقد في غلط بالجملة هون شو لكي يارن هركس أجرة لرينيزي الله بيليجك يعني ما بعرف المهم نحن لازم نعرف هون شو لكي يعني نحن بيكون عم بحكي موضوع إذا شو قالون جملة لرينيزي الله مبارك بيبي بتعطي يعني معنى النتيجة بالجمل، بتحكي الجملة أنت بتقول وإذ أو وكمان وكذا، أبد، إلاكي هذه يعني إلا يعني يعني ضرورة في ضرورة القيام بالفعل، ضروري، ضروري جدا. جملة لرئ قال نيو شو ما صار يصير يعني. هانجي شرط تاو بأي شرط كان يكون. هارد روم وفي كل فضاء وفي وفي كل وضع. فإذا هاي إلا يعني إلا أنلم إلجيلاري كرارك بيربرينا بالار تربط الجمل بمعنى إلا يعني إلا يعني شرط بدك تسوي مهما كلف الأمر إلا كي سنة بكوني أرتجيم دية تتردو كلمة دية تتردو يعني أصر بمعنى يعني كمش الكلمة وما بقى بتركها هيك معناته تتردو ضل ينود يعني عليك أيوه يذكر نفس الشيء قال İlla ki sana bu konuyu öğreteceğim diye tutturdu. Ee, yani kâle sevallimuka hezel mevdu'a illa sevallimuka nedir ki yazdı kâi? Nedir ki? Hiyya bir ma'na taklili şe'in cümel. Kal, cümlelerin sonunda kullanılır. Tustakdan bir heyti cümel. Sonunda geldiği cümleye küçümseme, önemsizlik, değersizlik anlamı verir. تأتي بنهاية الجملة وتعطي معنى التصغير عدم الأهمية وعدم إعطاء القيمة كتم سماء أنك تستغزر شيء يعني تستخفي فيه تستغزره وكأنك ما مهتم أبدا وتعطي عدم القيمة يعني فإذا أن أمريكا يجيت مسي ندركي هاركس جدار مثلا أقول شو يعني ماذا يعني الذهاب الى امريكا ماذا يعني الكل يستطيع ان يذهب شو يعني الروح الى امريكا الكل في روح يونيوارستي بترميك دي ديركي بكلم ايبر ماذا يعني ان ينهي الجامعه اي يتخرج من الجامعه اي بمعنى لا يعني شيء التخرج من الجامعه هون لننظر لنشوف يعني لننظر هل سيستطيع ان يعثر على عمل هل سيستطيع العثور على عمل؟ ايت اركض اشلر اكتبوا هذه الكلمة اصدقائي هنا ترسمك يعني الخوف اذا قلت ترست خافة يعني كوركودان تترمك الارتجاف من الخوف يعني شندي لنحل الاسئلة حسب الهون حسب شو لنرجع نعيد من الاول نتذكر نيتكي يعني بدنا نضع ودمكي sana da vel yeter ki sana da vel tut ki sana da vel kaldı ki sana da öyle ki şöyle ki illaki nedir ki sana da hum hay kal aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi tamamlayalım ne numli uhum hasab el emthile illeti ehezmnaha kabla kalil Bakteriler uygun ortamda hemen çoğalırlarsa, on fi إذا البكتيريا فورا في المكان المناسب البكتيريا البكتيريا إذا إذا ازداد عددها فورا في المكان المناسب مانترلار دا أين شكل والفطريات أيضا سيزداد عددها أو ستزداد يعني. Evet, نكويا ne نقول نصلك نضعه هنا نصلك كيف إنما تجب معنا هيك يعني بهذا الشكل وإذا قلت شيء لك يجب أن يكون جملة قبلها أصدقائي نصلك بكتيريا ويكون أورتان ده همان شوالر لارسا منطر لار ده أين شكل لار كما إنما يعني آه قلنا البكتيريا يزداد عددها بالمكان المناسب والفطريات أيضا يزداد عددها Bir adet yani. Haberi duyunca yüzü sapsarı oldu. Haberi duyunca yüzü sapsarı oldu. Bayılacak sandım. Kal indemâ semi'al khabar asbaha vecehu şedidil safar. Yani ve zanantuhu bi enne seyugma aleyh. Bayılacak sandım. Nakulu öyle ki bi ma'na li derece. Taban hon daimem bin munfasilat asdikai. Öyle ki bayılacak sandım. عندما سمع الخبر اصبح وجهه شديد الصفار لدرجه ظننته بانه سيغمى عليه. çok güzel, huna جميل جدا. insan kendini cennette sanıyor. الانسان يظن نفسه وكانه بالجنة öyle burası çok güzel insan kendini cennette sanıyor. Evet, buraya ne ekleyebiliriz? نضع هنا أوليكي، الأوليكي قلنا للمبالغة كانت، قال الإنسان بهون كتير جميل لدرجة الواحد بحس حاله بالجنة لدرجة بتصير هون، إفلنديم زمان تشوك موتلويوم، إفلنديم زمان تشوك موتلويضوم، عندما تزوجت كنت سعيدا جدا، أوندان باشكا هيج بيرشي دشن ميوردوم، أوندان باشكا بيرشي دشن ميوردوم، ما كنت أفكر غيره أو غيرها حسب المعنى. أبد. Evet. أيضاً نضعه هنا اولكي بتصير أيضاً للمبالغة لدرجة ما كنت عم فكر بحدا غيره وإذا حطيته شويلكي بتصير إذاً بلنديم زمان مثلاً إذا قلت بلنديم زمان, زمان شوك مطلودوم شويلكي بتصير بمعنى إنه عم بعطي هون أنا يعني إذا حطيت الشويلكي هون بكون عم بعطي مثال يعني إيت يعني بشكل إنه إعطاء مثال دنيا دا تِكْ بَاشِنَا كَالْمِسْن دونيَادَا بَاشِنَا كَالْمِسْن باقي في الدنيا واحدا باقي في الدنيا وحيدا نستخدم توتكي فارزدكي فارزدلمكي أي شيء هون بصير بمعنى يعني افرض أنك بقيت واحدا في الدنيا يعني أفرض أنك ما في حدا غيرك بالدنيا أو ضليت لحالك بالدنيا صنفتكي

«أوكونيو أن لاما مش سينز» «أوكونيو أن لاما مش سينز» «يبدو عليكم أنكم ما فهمتوا أو ذاك الموضوع يعني» evet, «نضعوا هنا «دمكي» «فينا نضع «أوليس» «بمعنى أيضاً بتصير كمان هون» يدي «يدويوندان بيرهافتاونجا» «دي إصرار إيديور» «يصر يصر يصر «يعني بأن تعالى قبل الزفاف» bi hafta yani am bi am ince aligi am bi sır aligi bi taal abla el evaj bi hafta. Ela evet, ki dünyanın bir hafta önce geldiyor. Ela yani am bi sır taal. Uçak bileti bulsaydı ben arardı bilet bulamadı. Lokana athara ala bitaqat tayra la la kana bi bilet bulamadı. Nequl demek ki bulamadı. Öyleyse bulamadı. Fi nequl keman öyleyse han. يعني طبعا غير الكي يعني كبديل يني بير اف على جاك كلارمش او كدار چوك بارا كزانيورلار يني بير اف على جاك لارمش سيأخذون بيتا جديدا او كدار چوك بارا كزانيورلار يعني هون اصدو او كدار چوك بارا للمبالغة أه يعني يربحون نقودا كثيرا هون الاو بمعنى هيك إذن دمكي يعني ذلك عندما كيف كمان يعني ذلك بأنهم يربحون نقود لهذه الدرجة بوزلوبون دك يجيك لار تشابو يعني تشوك تشابوك يعني تشوك تشوك تشابوك بمعنى هيك يعني هزل بير شكل كمان فينا نقول بير وار اه قال اه يعني الأكلات التي في البراد تنتزع بسرعة بير سورون وار يوجد مشكلة ماذا يجب أن نضع هنا الا كبير صور سورون يعني لابد ان تكون مشكله بتجي معنا الا كي لابد انه يكون بنجرسكي جيرميلم برأي لن لل, لل حتى لن خاطر يعني لا نخاطر لا نخاطر يعني بنجرسكي جيرميلم غير اشلر اي جيتمدي او زمان ني مثلا قال لن خاطر العمل ما تم على ما يرام اذا ماذا يجب علينا فعله شو لازم نحط هون نقول فارز دلمكي طبعا او توتكي او فار سيالومكي حسب يعني كله صح اشتر ايجيت مديوزمان ني ابجاز يعني حتى ما نخاطر لنفرض يعني ما مكان كانت الامور تمام شو راح نساوي؟ ايك ما لصنا يمك ميك لمك ايك ما لصنا يا ميك لمك ندركي شو قلنا ندركي لتخفيف الشأن او لتصغير معنى الامور او لعدم اعطاء القيمه يعني ماذا يعني ان 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 آه يعني استضيفك أص, للطعام باول راتب اخذه يعني شغله بسيطه يعني شو يعني انه يعني شغله بسيطه حياتا بتن استديكلرينا كوشتون حياتا بتن استديكلرينا كوشتون الكوشمك الوصول يعني آه وصلت إلى كل ما تريده في الحياة. تطكي حياتَ بُطُنْ إِسْتَدِيكَلَرِنَا كَوْشْتُنْ نقول أفرض بِمَعْنَى فَرْزَتْكِ يعني أنك وصلت لكل شيء بدك إياه بالحياة. يني بير عربة ألما كريدي كريدي لهركس على بلير. يني بير أربع عربة ألما كي هاركس كريدي على بيلر. شو يعني؟ ماذا يعني أن تأخذ سيارة؟ الكل يستطيع أخذها بالكريد بالقرض يعني كريدي لا على بلير يعني شو يعني انك تاخذ سياره الكل قادر يأخذها بالك... بال... بالقرض يعني جانا تشوك سكند هون معناتها كان منزعجا بزمن ايكلوف اتمدي ما تكلمنا مع ما تكلم معنا كلمتين اوليكي لدرجه بتصير بشكل ده لاف هنا سوز كلمه يعني Varsayalım ki bir sinema oyuncususunuz. Linafrod anneko mumassilin sinema. Bir aşk filminde baş rolü oynuyorsunuz. Bir aşk filminde baş rol oynuyorsunuz. O tümethilun ke batal fi film e, yani yani il Bize senaryoyu anlatır mısınız? Hel tastatiyon enteşrahun lena senaryo? Kiminle oynuyorsunuz? Ma men Olay nerede geçiyor? Eyna yehdos el Sonu nasıl bitiyor? Keyfe yentehi nihayetuhu. Keyfe tentehi nihayetil film. Konuşma. Sizce bir film endüstrisi, sizce bir film endüstri midir yoksa sanat dalı mıdır? Bir ayyukum, el film huva sinai em huva Yerel veya ulusal arenalarda filmleri ödüllendirmek, onun sanat ticari değerini arttırır mı? يرى آر فيلم ويا اعطاء الجوائز في ساحات آآ آآ المحلية والدولية هل يزيد من onun هل يزيد من قيمة الفيلم الفنية يعني Evet arkadaşlar gelecek ders görüşürüz. Gelecek ders inşallah klasikler ya da dizileri alacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. La tensu'u'l-iştiraka bil da'muna aşar netfarragilkom bi şekil ekter. Allah'a emanet olun.